نور نور يلا هم عاملين لك أكلة سمك هتاكل نفسك وراها ياه يا محمود ما بتاكلش ليه يا حبيبي معلش بقى تحية آخر ذكريات ليا مع السمك مش تمام يعني شبيب راحته تحية محمود غريب ده البيت بيته وبعدين يدخل على درسه ينفع نفسه بعدين بقى يا بابا انا مش عارف افتح البتاعه دي مش هتسيبنا ناكل بقى هي النعمه من نعمه ربي ايدك ما هتتمد على دل سمكه الا إيه لو تعرف تفتحها كويس جلاله خمس مرات بعلمك ازاي تفتحها يا بابا انت قربت تخلص طبق البربوني كله وانا مش عارف افتح البتاع دي وهموت على البربوني اهي اتفتحت يا عم هاني شفت حظك البربوني بقى عشان نبر الواد باربوني ده حته سمك وفكرني بعد الاكله دي اديك درس ازاي تفتح الكابوري ايه يا رانيا ما بتاكليش بربوني ليه يا حبيبتي رانيا ما بتاكلش السمك ما بتحبوش وبتقرف منه مفيش حاجه اسمها تقرف وما تقرفش اللي اتعمل تاكل منه يا جماعه بس البنت جعانه حرام يعني بقول لك يا محمود سيبني ربي عالي بالطريقه اللي تريحني ما قلتليش يا محمود ايه الشقه عجبتك الشقه وهي دي شقه تحيه ده قصر عظيمه عماله تقلب من السرير ده للسرير ده ومن الاوضه دي للاوضه دي مش عارف اعمل ايه انا بقول لك تعمل ايه كل يوم بك في اوضه <applause> حلوة يا على الاقل تعمل ونس في كل اوضه شويه ما متونسه أنسك يا ابو نسب جميل جمال جوزك ده تحيه ابن حران مصفي ايه قلت ايه في إيه؟ انت قلت ابن حران ابن حلال ابن حلال يا هاني باباك ده راجل عظيم انت مش فاهمني البربوني ده اصل فيه بطروخ والبطروخ ده صديق الرجل الشرقي يا عم اضرب بقى انت تقرف يا رفك مش لما تروح الحمام على فكره يا جماعه مش عايزكم تقلقوا دي مرحله طبيعيه خالص بكره هي اللي هتنضف لك السمك بنفسها مش بكره قوي يعني احتمال الموضوع ياخد وقت عيب هاني تعلي صوتك وانت بتشرب عيب بابا انت صغير على الحاجات دي لا بابا ما انت بتشربوا الشاي كده يا ابني احنا كبار انت لسه صغير طب لما انا صغير ما بتفتحليش الكابوريا ليه <applause> يا دي ام الكابوريا اي أيوة والله يا ماما كويس وزي الفل خلاص انا هديهولك اهو تطمني عليه بنفسك خد امك عايزاك ايوه يا بطه وحشتيني يا عامله يا ست الكل انا كويس قوي أيوة الحمد لله يا ماما. لا ده من دعاك ليه يا ربنا وقف لي ولاد الحلال اسكت ياما ده شافع طلع ابن حلال مصفي ابن حلال ياما ابن حلال بقى هو بس التليفون اللي صوته مش واضح بقول لك ايه يا بطه هي تحيه قالت لك على الشقه حته شقه ياما الشمس داخلها من كل حته وشرحه ده انا حتى بفكر تجيب الحج وتيجي تقعدوا معانا تغيروا جو مش كده اقول لها تحيه ايوه ايوه آه والله العظيم انا متحيل عليها اقول لها اقول لها انت يا محمود هو انا هسيبها هي بس تلاقيها حاسه ان شافع معزمش بنفس مش كده ولا يا شافع؟ مع ان ياما سبحان الله شافع ماشي ورايا طول النهار في الشقه يقول لي يا محمود قول لي حماية وحماتي ييجوا يقعدوا معانا هنا شهر. اسبوعين ياما خليهم اسبوعين. خليهم اسبوع ياما برضو ترجع تطمني على البيت عند اما اوعي تيجي هنا الرطوبه هتاكلك بالسلامه انت دلوقتي. مع الف سلامه يا كتة قلبي. ربنا يحميك يا حبيبي ويجعلك في كل خطوه سلام. يا حبيبي الولا وحشني نفسي اخده كده هو في حضني هو والواد يا رب تطمن قلبي عليه اهو ده اللي كنت عامل حسابه هتحط سماعه التليفون من هنا وتقعدي تهري في بعضك شوفي ده قرار نهائي قالي مش هدفع فاتوره التليفون عشان يقطعوا الحراره وتبطلي تكلمي عيالك انت بتتلكك اساسا عشان ما تدفعش يا راجل حرام عليك ده دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة في الدنيا إني أسمع صوت عيالي وأطمن عليهم الله يلعن أبو الدنيا اللي فرقتني عنهم يا ست حرام عليكي الدنيا مالها ومالهم استغفر الله العظيم يا رب ده نصيب بقول لك إيه أنت ما حسيتش في صوت محمود بحاجة غريبة كده؟ أيوة حسيت شميت فيه ريحة سمك خفه يا روقانك يا اخويا يعني انت زعلانة على ابنك اللي قاعد هناك ضرب له اكل السمك بالشيء الفلاني ومش زعلانه على جوزك اللي جسمه نشف من اكل البطاطس هتبتدي الاسطوانات بتاعتك وتقولي الاكل اللي ما يبلش الايد ما يبلش القلب هو ده اللي انت فالح فيه طب اسكتي بقى عشان ادخلك المطبخ تروح تعملي له اكل يتاكل بطلي القلق والوساوس اللي انت فيها دي ده ابنك راجل ويفوت في الحديد الله هو أكبر أصلاً لاحظت يعني وهو بيتكلم معايا عمال يشكر في الواد شافع وعمال يقولي لي ده ابن حلال مصفي وبعدين أنا وإنت عارفين كويس قوي إنه هو أوطى من نعل الصندل معلش بقى يوضع سره في أوطى خلقه شافع بنتك ممشيها صح وما يقدرش يعمل معاه حاجه وهتوصيه على محمود ياخد باله منه ويعامله احسن معامله وهي دي هتبقى الخدمه الوحيده اللي هيخدمها لنا من اليوم الاخبر اللي شافته بنتك في الكليه وحبته واتجوزته حق لو كان شافع مسكن محمود في الشقة بتاعتهم القديمة ده يبقى عامل الواجب والزيادة يبقى كتر ألف خيره بقولك إيه يا ناصر ما تيجي ناخد بعضنا ونروح نقعد معاهم يومين اهو نغير جو ونطمن على محمود ايوه 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 ادخلي عدل في الموضوع وبطلي دور فردوس محمد اللي انت عاملاه ده وعاملاه قلقانه قولي بقى ان انت عايزه تروحي هناك علشان تتفسحي وهو انا هروح لوحدي يا راجل ما انت هتيجي معايا خدلك اجازه يومين يا ستي هو تحت امرك انا راجل عندي شغل انتخابات اتحاد العمال فاضل لها كام اسبوع وتبدا ولازم نشتغل لها من دلوقتي يا رب يا رب توب عليا من وجع القلب ده يا رب ولع في كل النقابات العماليه اللي سرقت عمر جوزي يا رب يا رب ما توحد العمال ابدا وفرقهم عن بعض وشحططهم عشان جوزي يفوق لنفسه ويعرف انه كبر خلاص وما عادش يستحمل شقاوه زمان وبهدله امن الدوله <تصحيح> ادعي <أيضي> زي ما انت عاوزه ده حتى ربنا ما يرضاش بالظلم كده هو يا ناصر انت بتتحداني طب خد دي بقى عندك الهي يا رب المصنع بتاعكو يتباع وييجي عليه الدور في اللي اسمها ايه دي المتخصصه عشان تستريح هه. طب بس 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 يخرب عقلك ده ما فاضلش غير مصنعنا وكم مصنع تانيين هعمل لك اللي انت عايزاه هقدم على اجازه عرضه واخدك والروح اهدي بس كده اهدي وادعي لعيالك وسيب العمال والمصانع في حالهم يا ست هم مش ناقصينك شفت الرائحه الزكيه نقول مبروك لا 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 انا ماليش في الحاجات اللي بتتبخي دي إيه. انا عايز عطر من اللي من اللي بيدهنوا بيه من اللي بيدهن يدهن ايه يا مولانا دي موضه وبطلت خلاص ولو انت خايف من الحرمانيه والعياذ بالله في فتوى طلعت بفضل الله فين اهي